هذا المكان. جاءت إليه السيدة العذراء وجاء إليه السيد المسيح عليه السلام. يعني لماذا اختاروا هذا المكان؟ هل لها تفسير؟ احنا في رحلة العائلة المقدسة زي ما حضرتك عارفة في محطات بدأت من خروجهم من بيت لحم أو من فلسطين عامة وصولا لحد آخر نقطة أو آخر محطة اللي هي دير درونك. فكما لو كان السيد المسيح من أثناء دخوله، هو طبعا زي ما حضرتك عارفة جاي من فلسطين وعدى في سيناء وبعد كده لف في كل بقاع مصر تقريبا، كما لو يكن السيد المسيح عايز يبارك مصر كلها. واحنا عندنا نبوة جميلة جدا في سفر أشعياء الإصحاح 19 معروفة كده عن حتى لكل المصريين، بنقول مبارك شعبي مصر. أيوه. فكما لو يكن هذه الرحلة اتوضعت أصلا في الأساس للفكرة دي. واحنا لو كلمنا تخصيصا في أو خصوصا في المكان اللي احنا فيه ده دلوقتي في دير الأنبا بشوي، أو أقدر أقول في منطقة وادي النطرون، كما لو يكن السيد المسيح دشن المكان ده، ودشن بمعنى قدس أو خصص المكان ده أنه يكون فيما بعد هو مكان لحياة رهبان كتيرة جدا من القرن الرابع ولحد اللحظة دي. فأنا بعتبر أن الحاجة دي إحنا بنقول عندنا في الكنيسة في كل صلواتنا الضابط الكل الرب إلهنا، الضابط الكل بمعنى أنه ما فيش حاجة اسمها فرصة بتيجي حاجة حظا أو اعتباطا أبدا، كل حاجة بيكون ليها قصد ربنا قصده أن يكون ده بداية لوجود أرض مقدسة يكون فيها اسم المسيح بيتذكر. وكلمة جميلة الحقيقة، كلمة شعبي مصر، يعني ما كانش الكلمة شعب مصر، شعبي مصر. جميلة جدا. اليه ده زي ما حضرتك عارفة تخصيص، التخصيص ده جميل، وده اللي بنشوفه في بركة في مصر عامة على طول. من أيام الفراعنة لحد دلوقتي، مهما جه عليها أي تجارب أو حاجات صعبة تظل مصر برضو موجودة، ودي المباركة اللي قالها ربنا من البداية. جميل. وادي النطرون فيه الكثير من المواقع اللي ثبت أنه يعني رحلة العائلة المقدسة مرت بها. أمان. هو بالنسبة للموقع، هي وادي النطرون كمنطقة يعني لو كلمنا عليها جغرافيا هي تعتبر زي مستطيل موجود في الصحراء الغربية، تقريبا طوله 60 كيلو وعرضه 12 كيلو. بيحتوي المستطيل دوا على الأربع أديول الأساسيين اللي موجودين هنا. حضرتك عارفة دير أبو مقار، في مواجهة ليه دير البراموس، وبعدين احنا هنا الأنبا بشوي، وجنبينا السوريان. دول الأربع أديرة دير السوريان. دول لو حد حتى في المستطيل ده بص عليهم من مسقط رأسي، أقصد يعني لو حد مثلا زي بطيارة كده، تلاقي حضرتك مرسومين على شكل صليب. وطبعا زي ما حضرتك عارفة برضو الأديرة دي موجودة من القرن الرابع الميلادي، يعني احنا نحكي من فترة كبيرة. ولو رجعنا لورا تاني على فكرة ليها تاريخ بالنسبة للفراعنة، فعشان كده اتسمت الاسم ده قديم جدا، لان دوا بيرجع وادي النطرون لملح النطرون دوا ملح كانوا بيستخدموه علشان خطر التحنيط، وكان في حاجات كيميائيه كتيره، فعشان كده المكان دوا كان مميز من زمان. ولعل مرور العائله المقدسه ده جعلت له برضه بركه، واصبح مكان لرهبنه الاف الرهبان من القرن الرابع ولحد دلوقتي. صحيح، ومكان جميل فعلا، وبقى يعني مقصد للزياره لكثير من حضرتك من المصريين. وهنشوف الحقيقه في الصوره كمان، يعني الاماكن جميله جدا جدا.